مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. بدنا نحكي لكم اليوم عن مدينة جميلة جدا على البحر الأسود اسمها يالطا. خليكم معنا. يالطا تعتبر من أجمل المدن الموجودة على البحر الأسود، وهي عروس البحر الأسود. زي ما انتم شايفين احنا الآن عند مكان اسمه لاستشنيغنيزدو أو عش النورس. هذا المكان مبني زي ما شايفينه على منحدر وقصر كان جميل جدا جدا، الآن هو ريستوران وأحيانا بسووا فيه متحف. هذه الجمال تبع الطبيعة اللي موجود، خليكم انظروا. طبعا هذا قصر الرئاسي الجديد اللي بناه بوتين، زي ما انتم شايفين الأسوار محصنة. اشتهرت يالطا باحتضانها اجتماع تاريخي عقد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا النازية عام 1945. كان هذا الاجتماع لرئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت ورئيس الاتحاد السوفيتي أيامها جوزيف ستالين ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل لبحث تقاسم أوروبا. جماعة هلا لقينا تين اللي يمكن 15 سنة مش ماكل تين، هدول كلهم ذا 4 دولار. سويت يعني الواحد. مدينة حكولي انه هذا الكلب كل يوم بيجي وبسمع الموسيقى معه. Thank you.
هذا المكان وعجب هالكريم. طلعوا المنظر طبعا، هذه الكنيسة بنيت لأنه عشان التسار ألكسندر هون صار معه حادث وبنوها، عشان زي ما انتم شايفين البحر. غاد المكان اللي كان دائما يصيف فيه خروشوف. It's caught in the crossfire.